السلام عليكم ورحمة الله. أرجو لو كان الصوت واضح نضغط رقم واحد. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية الدارين للتعليم عن بعد، وأهلا بكم في اليوم الثالث من برنامج التحدي 30 صفحة في 30 يوم. إن شاء الله برنامجنا اليوم هيكون الصفحة الثالثة من سورة الإسراء، الصفحة الثالثة من سورة الإسراء، وبإذن الله في جزء التجويد هنبدأ في باب مهم من أحكام التجويد، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين ده يعتبر باب كبير نسبيا في التجويد، يعتبر باب مهم جدا. و زي ما تعودنا ان احنا كل التجويد اللي هنديه ان شاء الله في البرنامج دوت هتكون من اساسيات التجويد، اساسيات التجويد، الاحكام المهمة اللي بتتكرر معاك دايما، الاحكام اللي ان شاء الله لو قدرت ان انت تتمكن من اتقانها هتحس بفرق كبير جدا في قراءتك. فان شاء الله هيكون عندنا النهاردة بداية باب احكام النون الساكنة والتنوين. هو باب طويل، احنا هناخد منه النهاردة جزء صغير اللي هو حكم الاقلاب. طيب في البداية طبعا بحب انبه ان اي حد ممكن يدخل الحلقة في اي وقت او يخرج في اي وقت حسب ظروفه. في اي وقت ممكن اي حد يطلب المايك يقول ان انا عايز اسمع او عايز اقرا، يكتب كده في الشات، انا على طول هديله المايك في اي وقت. برضو بنقول ان لو كان حد عنده اي مشكله في المقدار اللي احنا بنحفظ بيه، احنا حاليا في البرنامج بنحفظ بمعدل صفحه يوميا، لو حد عنده مشكله في المقدار دوت برضو يبدا يتفق معايا، مفيش اي مشكله. لو حد عنده مشكلة في الميعاد، شايف الميعاد ده غير مناسب ليه، برضو يقول وبإذن الله هنحلله المشكلة دي. الصوت غير واضح، لو الصوت واضح نضغط واحد. طيب واللي عنده مشكلة في الصوت، يعني واضح انها هتبقى مشكلة فردية، ان اللي عند حضرتك دي مشكلة فردية، ياريت بس تتأكد ان توصيلة السماعة متوصلة كويس عندك، ولو كان مؤشر السيجنال عندك، المؤشر اللي عامل زي شرط السيجنال بتاعة الموبايل فوق خالص على اليمين، لو كان المؤشر عندك منخفض يبقى تخرج من الحلقة وتعمل وتدخل تاني من نفس اللينك. تمام. طيب احنا كان معانا امبارح تاني صفحة في سورة الإسراء. يا ترى الناس ايه اخبارها في الحفظ؟ ايه اخبار برنامج التحدي؟ ما هي مشكلة المواعيد في رمضان للأسف هي مواعيد مضغوطة، لأن احنا تقريبا عندنا فترتين، الفترة اللي هي الساعة 4 اللي بتكون بعد صلاة العصر، وبيبقى في فترة بالليل بتبقى على 10:30. ومع زيادة المحاضرات ومع زيادة الدورات فكان طبيعي ان هيحصل تداخل في المواعيد. لو انت عايز وجهة نظري، انا شايف ان يعني طبعا الموضوع يرجع لك، يعني انت اللي بتقدر انت عايز تحضر ايه، لكن انا بصراحة شايف ان اي دروس تانية انت ممكن تسمع لها مسجلة، والحمد لله المحاضرات بتنزل على المنتدى عندنا مسجلة، سواء كان التسجيل اللي بينزله المنتدى اللي هو التسجيل الاي اكس اي. الناس احيانا بيبقى عندها مشكلة في التسجيل دوت، بيبقى فيه اعضاء بيتفضلوا برفع المحاضرات مسجلة فيديو، فانت تقدر تتابع اي دورة من دول التسجيل بتاعها. لكن حلقة القرآن يعني هي بيبقى فيها ايه، يعني نوع من التفاعل بينك وبين المحاضر، لان المفروض ان انا بسمع لك وبصحح لك، فبيكون تعويضها صعب. فدي برضو برجع اقول دي حاجة انت اللي بتقدرها، واهلا وسهلا بيك في اي دورة. طيب احنا امبارح كان عندنا لوحة الشرف فيها الباشمهندس احمد وكان الاستاذ عمرو محمد، هما دول الناس اللي كانوا قدروا ان هم يحققوا برنامج التحدي بتاعنا، وكانوا حفظوا تاني سورة من تاني
أول صفحة من سورة الإسراء وسمعوها أمس. يا ترى في حد عندنا ناس جديدة هينضموا عندنا للوحة الشرف بتاعتنا ولا إيه؟ إحنا إمبارح المفروض إن إحنا نكون حفظنا تاني صفحة. إمبارح في الحلقة حاولنا إن إحنا نطبق نظام جديد، إن إحنا نحفظ داخل الحلقة ولو حتى بنسبة قليلة، وده اللي إحنا عملناه إمبارح، إن إحنا حاولنا إن أنا أعيد الآية كذا مرة وكان الحاضرين بيكرروها ورايا، بحيث إن إحنا الهدف إن إحنا كنا نحفظ ولو بنسبة يعني معقولة داخل الحلقة، ويبقى بقى مجهود حضرتك بعد الحلقة إن أنت تتبع برنامج الإرشادات اللي إحنا كنا اديناه في أول حلقة، الحاجات النقط اللي إحنا كنا نبهنا عليها علشان تعينك على الحفظ. أفكركم بيها، إحنا كنا قلنا كده مجموعة نقط الناس ممكن تجربها بتساعد على الحفظ، كانت منها إن أنت طبعا أول حاجة تتابعني في التكرار أثناء الحلقة، تكرر معايا أثناء ما أنا بقول الآيات، كل ما بقول الآية بستنى فترة بسمح لك فيها إن أنت تكرر مع نفسك. أيوة أنا ما ببقاش سامعك، لكن ده بيبقى مهم إن أنت تقدر تجرب نفسك في النطق، بحيث إن لو في عندك مشكلة بتقدر تكتشفها وبتقدر تلحقها لما أنا باجي أعيد نفس الآية للمرة التانية. بتكرر معايا في الحلقة، ده بيساعدك على الحفظ بعد كده، دي أول حاجة. تاني حاجة قلنا إن الحاجة اللي بتحفظها مقرر اليوم تحاول إن أنت تستخدمه في صلاتك، سواء كانت الصلوات السرية في الظهر والعصر، قراءتك في الصلاة مثلا في الركعة الأولى والثانية تستخدم فيها مقرر اليوم، برضو أثناء صلاتك النوافل تستخدم فيها مقرر اليوم. تمام، استخدام مقرر اليوم الصفحة دي اللي المفروض ان انت بتحفظها لما تيجي بتستخدمها في صلاتك طول اليوم، ده بيثبت عندك الحفظ كويس جدا. دي كانت تاني حاجة قلناها علشان تساعدك على الحفظ. تالت حاجة قلنا ان انت تحاول تثبت ليك نسخة مصحف، النسخة دي تثبتها وما تحاولش تغيرها. طبعا تختار نسخة تكون كتابتها او رسمها واضح وتثبت المصحف دوت، ما تجيش كل يوم تغير نسخة المصحف بتاعك. تثبيت نسخة المصحف دي من العوامل اللي بتساعد جدا على الحفظ، لان زي ما قلنا العين بتحفظ، فتحاول برضو تثبت نسخة المصحف اللي انت بتحفظ منها. وعليكم السلام ورحمة الله استاذ هيثم، اهلا بيك. تمام، دي كانت من الارشادات اللي احنا اديناها لكم في اول حلقة علشان تساعدكم على الحفظ. استاذ هيثم، احنا البرنامج بتاعنا احد برامج رمضان، حلقات التحفيظ، اسمه 30 صفحة في 30 يوم. مختارين 30 صفحة هي صور الاسراء والكهف ومريم، احنا اخترنا الثلاث صورة الصور دول بعناية لانهم من اجمل معاني صور القرآن، من اجمل صور القرآن. فدول 30 صفحة بنحفظ كل يوم، بنحفظ صفحة وبنمشي بالمعدل دوت لحد اخر شهر رمضان باذن الله. تمام، طيب حد حفظ بقى تاني صفحة عندنا كانت امبارح، حد حفظ؟ ايه، ولو حتى مش لازم تكون حفظت كل الصفحة، يعني لو حتى حفظت جزء من الصفحة او نصف الصفحة مثلا او كده، احنا مستعدين نسمعك، اهلا وسهلا. طب يا جماعة، لو في حد عنده مشكلة في المقدار بتاع اللي شايف ان الصفحة ديت يعني مقدار كبير مش قادر ان هو يتابع معانا، احنا قايلين مفيش مشكلة، يعني نعدل له البرنامج، احنا مستمرين في البرنامج بتاعنا، بس هتبقى بالنسبة له هو احنا هنمشيه بمعدل اللي هو يختاره، فمفيش اي مشكلة. يعني لو حضرتك عايز تمشي بمعدل نصف صفحة في اليوم مفيش مشكلة برضه، المهم ان انت تتابع معانا في البرنامج. يعني زي ما بنقول المقدار ده مش هو المشكلة، المهم الانتظام.
وضربنا مثال بالموضوع دوت، وقلنا ان اللي بيحفظ نصف صفحة يوميا، نصف صفحة يوميا يعني حوالي 7 سطور، لو مشي بالمعدل دوت يوميا بيختم القرآن في 3 سنين و4 شهور. 3 سنين و4 شهور لو مشي بمعدل نصف صفحة في اليوم. فالمقدار مش هو يعني المشكلة، يعني ده حاجة ممكن نتفق فيها مع بعض. طيب حتى لو حد مش حافظ ممكن يقرأ، يعني مفيش مشكلة برضو، يعني احنا هدف من ضمن الأهداف بتاعتنا بتاعت البرنامج هو تصحيح القراءة. فممكن حضرتك لو برضو عندك مشكلة في الحفظ عايز تاخد الموضوع كقراءة وكتحسين للقراءة بتاعتك، اهلا وسهلا برضو. يعني في ناس يعني موضوع الحفظ ده بيبقى تقيل عليها شوية، ولو ان هو يعني مش تقيل ولا حاجة يا جماعة، بس يعني حتى لو هو شايف ان الموضوع ده يعني تقيل شوية وعايز يدخل الحلقة كقارئ، مفيش اي مشكلة برضو. احنا هيكون احد اهدافنا ان احنا بنظبط القراءة. لو حد عايز يحاول يقرأ دلوقتي ثاني صفحة في سورة الإسراء اللي هي كانت امبارح معانا، مفيش أي مشكلة وهديله المايك. طيب تعالوا نراجع مراجعة سريعة اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح وأول امبارح في دروس التجويد. احنا في دروس التجويد امبارح وأول امبارح كنا بدأنا أول يوم في درس القلقلة، وقلنا إن حروف باختصار كده شديد عشان نبدأ في درس النهاردة بإذن الله. فباختصار كنا قلنا إن القلقلة حروفها هي 6 حروف بالظبط كده، هي قطب جد. أي حرف من الحروف الخمسة، شكرا، الخمسة، أي حرف من الحروف الخمسة دول لو جه عليه سكون، لو جه عليه سكون سواء كان السكون دوت أصلي في الكلمة، سكون أصلي في الكلمة، أو كان سكون عارض نتيجة إن أنت وقفت على كلمة آخرها حرف من حروف القلقلة. طالما إن أي حرف من دول عليه سكون هذا الحرف يقلقل، هذا الحرف يقلقل. وكنا عرفنا يعني إيه يعني إيه قلقلة، يعني إيه قلقلة. القلقلة هي ذبذبة في الحرف، ذبذبة في صوت الحرف، ذبذبة تميل إلى الفتح، تميل إلى الفتح. تمام. وكنا ادينا امثله، قلنا افا تطق، افا تطق معون، افا تطق. لا ذبذبه، احنا بندرس القلقله دلوقتي مش في الغنه، النون والميم المشددتين هي دي اللي كان فيها الغنه اللي هنتكلم عليها دلوقتي، لكن بعد كده. لكن بالنسبه للقلقله هي ذبذبه في الحرف بتميل الى الفتح. اتفضل يا استاذ اسلام. استاذ اسلام لو عندك سؤال اتفضل، لو عايز المايك برضو ممكن اديك المايك. طيب تمام. احنا بس مش عايزين يعني ايه نتوسع في دروس التجويد، احنا بنحاول ان احنا ندي الاساسيات وبمقدار مناسب، على اساس ان احنا مش عايزين ندي معلومات كتير وتفاصيل كتير، لان الهدف اساسا ان احنا بنظبط القراءة، وكان الهدف ان احنا بندي التجويد بصورة عملية. احنا كنا قلنا قبل كده ان انا ممكن ادي لك التجويد كمنهج دراسي، بتخش بقى في التعريفات وبتخش احيانا في المتون، متون دي مجموعة من ابيات الشعر بيكون داخل فيها التجويد، وبيكون في تعريفات زي ما قلنا. احنا يعني الجانب ده جانب مهم جدا في التجويد، بس مش هو ده هدفنا. احنا هدفنا هنا هو او اللي احنا بنديه في برنامج التحدي بتاعنا، احنا كان هدفنا هو حفظ ال 30 صفحة، بس في نفس الوقت احنا مش عايزين نحفظ اي كلام، احنا عايزين نحفظ برضو بطريقة يعني تكون يعني حفظ مميز الى حد ما. فعلشان نوصل للهدف دوت قلنا ان احنا هندي اساسيات التجويد، اساسيات التجويد اللي تظبط القراءة بتاعتنا بدون الدخول في تفاصيل كتير وبدون ان احنا نرهق نفسنا، لان التجويد دوت علم كبير احنا مش هنقدر نغطي الكلام دوت في ال30 يوم بتوعنا، احنا هنغطي الاساسيات والاساسيات المهمة. تمام. طيب ارجع تاني لمراجعة المراجعة اللي كنا فيها. كنا قلنا ادينا امثلة،
ادينا الامثله بتاعتنا في القلقله: افتط معون، افتط معون، اب 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 ابتغاء، ابتغاء. تلاحظ دايما ان في ذبذبه في حرف القلقله اللي هي حروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، لو اي حرف من دول وقع عليه سكون. بعمل ذبذبة وانا بأدي القلقلة، بعمل ذبذبة في الحرف، والذبذبة دي تميل الى الفتح. اب اب ابتغاء، ابتغاء، ابتغاء. فجئ، فجتنبوا، 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 فجتنبوا. افتط معون، افتط معون، افتط معون. شوف الطاء بعمل فيها ذبذبة تميل إلى الفتح. أفاطط، أفاطط معون، أفاطط معون. والسماء والطارق، والطارق. القاف بتاعت الطارق جه عليها سكون، عارض للوقف، عارض للوقف، للوقف. يبقى القاف عليها سكون، تقلقل. القلقلة هي ذبذبة تميل إلى الفتح. والطارق، والطارق. تمام، ده كان درس القلقلة اللي احنا كنا يعني ادينا بالتفصيل شوية في اول يوم. تاني يوم اللي هو امبارح كنا ادينا فيه حكم النون والميم المشددتين. قلنا ان اي نون في القرآن مشددة، او اي ميم في القرآن بيكون عليها شدة، اي نون مشددة او اي ميم مشددة بتغن بمقدار حركتين، بتغن بمقدار حركتين. تمام، وكنا قلنا يعني ايه كلمة غنة. قلنا الغنة هي صوت بيخرج من الخيشوم، صوت جميل بيخرج من الخيشوم. الخيشوم هو منطقة اعلى الانف، منطقة في اعلى الانف، فهي صوت بيخرج من الخيشوم. وكنا قلنا ان مقدار هذه الغنة حركتين، وعرفنا ازاي بنظبط الزمن بتاع حركتين، والزمن بتاع 4 حركات، والزمن بتاع 6 حركات. ادينا امثلة، قلنا من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. النون هنا نون مشددة تغن بمقدار حركتين، من الجنة، من الجنة، والناس، والناس. ألا إنهم، إنهم، إنهم. قلنا من الخيشوم بمقدار حركتين. ألا إنهم، ألا إنهم. ده بالنسبة للنون. بالنسبة للميم، فأما ميم مشددة، ميم عليها شدة، يبقى تغنى بمقدار حركتين. فأما، فأما، ثم، ثم. كلا لما، لما، لما. تمام، دي كانت الدرس الثاني أمس اللي هو كان النون والميم المشددتين. طيب النهاردة بإذن الله معانا الدرس الثالث. كنا قلنا إن إحنا هنبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين. في البداية يعني إيه نون ساكنة؟ يعني إيه نون ساكنة؟ النون الساكنة هي النون اللي أنت بتبص عليها في المصحف ما تلقاش عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. هي النون التي لا حركة لها، معلهاش لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، دي بنسميها نون ساكنة. تمام، شكلها ايه في المصحف؟ ماشي، يا اما ان انت تلقى عليها السكون، يا اما ان انت ما تلقاش عليها اي حاجة خالص. طبعا دي ليها حالات ودي ليها حالات، هنتطرق ليها، بس ده شكلها في المصحف. يعني انت لو بتبص على المصحف على نون ساكنة هتلقى ليها شكلين، يا اما ان انت هتلقى عليها سكون. السكون عندنا في المصحف شكلها زي رأس الحاء، رأس الحاء، زي حاء
صغيرة كده، هو ده رمز السكون في المصحف، حا صغيرة. فإما إن أنت تلقى عليها الحاء الصغيرة دي، أو تلقى النون ما عليهاش أي حاجة خالص. يبقى النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، لا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة. النون الساكنة دي ممكن تكون في الاسم أو في فعل أو في حرف، ماشي؟ زي ايه مثلا؟ في الاسم زي كلمة الإنسان، الإنسان، ماشي. في فعل زي كلمة ينتهي، لئن لم ينتهي، ينتهي. في حرف زي عند، عند، تمام. دي بتكون النون الساكنة، النون الساكنة دي بتكون في بنية الكلمة، في بنية الكلمة. يعني انت بتشوفها بعينك، انت شايف نون ساكنة قدامك في كلمة الانسان اللي هي اللي واضحة قدامكم على الوايت بورد، النون الساكنة قدامي اهي، الانسان، يبقى هي مكتوبة قدامي. دي حاجة. تاني حاجة بنطقها، فعشان كده بنقول انها تثبت لفظا وخطا. كلمة تثبت لفظا وخطا، تثبت لفظا يعني انا بنطقها الانسان ينتهي عند، هي موجودة في اللفظ في النطق، وتثبت في الخط انها قدامي في نون ساكنة، تمام. يبقى دي النون الساكنة، هي النون التي لا حركة لها، بتكون موجودة في الاسم او في الفعل او في الحرف، بتثبت لفظا وخطا. طيب ما هو التنوين؟ التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وتثبت لفظا وتسقط عنه خطا. يعني ايه الكلام دوت؟ هي نون زائدة. شوف كلمة صيحة واحدة اللي قدامك، صيحة واحدة، هل في نون مكتوبة قدامي؟ طب انا لو وقفت على كلمة صيحة هقول ايه؟ صيحة، صيحة، صيحة واحدة، صيحة، 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 ماشي. فهي نون زائدة، نون زائدة تلحق آخر الاسم. مش هنلقى التنوين دوت غير في الأسماء، التنوين لا يكون إلا في الأسماء. مفيش فعل منون مثلا، مفيش، هتلقى، مش هتلقى فعل عليه ضمتين مثلا أو فتحتين أو كسرتين، مش هتلقى حرف عليه تنوين. فالتنوين بيكون موجود في الأسماء ويثبت لفظا انت بتنطقه، لكن ما بتلقاش النون دي مكتوبة قدامك، انت بتحس بنطقها اثناء اللفظ، اثناء ما انت بتقول لفظ الكلمة بتحس بنطقها، لكن ما بتبقاش مكتوبة ظاهرة قدامك. صيحة واحدة، طبعا يعني بدون حكم، صيحة، صيحة واحدة، صيحة واحدة، امر، امر قد قدر، اني مغلوب فانتصر، تمام. يبقى النون الساكنة دي بتكون موجودة في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، التنوين يكون موجود في الأسماء فقط. النون الساكنة دي حاجة من بنية الكلمة، تثبت لفظا وكتابة. أما التنوين فهو يثبت لفظا فقط، مفيش نون، النون التنوين، النون الساكنة بتاعت التنوين لا، ده أنت بتنطقها لكن مش بتكتبها. طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه نون ساكنة ويعني ايه تنوين. النون الساكنة والتنوين هما الاتنين بنعملهم نفس المعاملة، نفس المعاملة، سواء كانت نون ساكنة أو تنوين بنعملهم نفس المعاملة، وبنحطهم في باب في التجويد اسمه باب أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب هذه الأحكام أو النون الساكنة والتنوين لهم أربع أحكام حسب الحرف اللي جه اللي جاي بعديهم. يعني أنا دلوقتي عندي نون ساكنة أو تنوين، حسب الحرف اللي بيجي بعدي، حسب الحرف اللي هيجي بعد النون الساكنة أو بعد التنوين، بيكون أنا عندي حكم من أربع أحكام، حكم من أربع أحكام. الأحكام الأربعة دي هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، تمام. في ست حروف للإظهار، لو جه نون ساكنة أو تنوين جه بعديهم حرف من الحروف الستة دول يبقى الحكم هو الإظهار.
اظهار النون الساكنه او التنوين، وهنعرف يعني ايه اظهار، وهنعرف يعني ايه ادغام، وهنعرف يعني ايه اقلاب، وهنعرف يعني ايه اخفاء. بس انا عايزك تعرف دلوقتي ان النون الساكنه لما بيجي بعدها الحروف بتاعت اللغه العربيه، احنا بنقسم الحكم الى 4 احكام. 4 احكام هي الاظهار، ودي بيكون موجود مع 6 حروف، الادغام برضو مع 6 حروف، الاقلاب بيكون مع حرف واحد. تمام بالظبط، ما شاء الله، في ناس يعني واضح ان هي مستوى متقدم في التجويد. لكن احنا طبعا انتوا عارفين ان احنا بنمشي بنفترض ان اللي معانا يعني المستوى اللي هو لسه بيعرف الكلام ده لاول مرة. تمام، فالاظهار موجود في 6 حروف، الادغام في 6 حروف، الاقلاب في حرف واحد، والاخفاء بيكون مع باقي الحروف. ما شاء الله، طبعا في ناس كمان حافظة الكلمات وحافظة ال تمام. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد منهم، بما ان كان في مقدمه كده طويله عن ايه هي النون الساكنه وايه هو التنوين، فاحنا هناخد منهم حكم واحد بس، هو حكم الاقلاب. حكم الاقلاب، وباذن الله يعني احنا هناخد المره دي اول حكم من الاحكام الـ4 اللي هو الاقلاب، وباذن الله في باقي الحلقات هنبدأ ناخد الإظهار، وهنبدأ ناخد الإدغام والإخفاء، نتدرب عليهم مع بعض أداءً، وهندي عليهم أمثلة بإذن الله. النهارده معانا أول حكم منهم اللي هو الإقلاب، والإقلاب زي ما هو قدامنا بيكون مع حرف واحد فقط. طيب، حد عارف هو حرف الإيه؟ أه، ده في ناس كتبت في الشات فعلا. طيب ماشي، تمام، ما شاء الله. طيب، أول حكم اللي هو الإقلاب، أول حكم من الأحكام الـ4 للنون الساكنة أو التنوين، هو الإقلاب، وده بيكون مع حرف الباء. طيب يعني إيه إقلاب؟ إقلاب معنى كلمة إقلاب اصطلاحا في التجويد يعني هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة عند ملاقاة الباء. دلوقتي إحنا عرفنا إن النون الساكنة أو التنوين حسب الحرف اللي هيجي بعدها هحدد الحكم. هحدد الحكم، أنهي حكم من الـ4 أحكام اللي احنا ذكرناه. طيب، دلوقتي أنا عندي نون ساكنة أو تنوين، جه بعدها حرف الباء. الحكم هنا هو الإقلاب. ما معنى الإقلاب؟ الإقلاب هو إن أنا هقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة. طيب إزاي؟ ازاي انا عايز اعرف انا هأدي الكلام ده ازاي؟ ازاي هقلب النون الساكنة او التنوين ميما مخفاة مع الغنة عند ملاقاة الباء؟ يعني ايه الكلام ده؟ فسر لنا الكلام ده. هننفذه ازاي عملي؟ هننفذه ازاي بالاداء؟ خطوات التنفيذ انا كتبتها لك في نقط قدامك. خطوات التنفيذ هي ان انا اول حاجة هاجي على النون الساكنة او الميم او التنوين وهقلبه ميم. هقلبه ميم، دي كده الخطوة الأولى، إن أنا حاجة على النون الساكنة دي وأقلبها ميم، يبقى كأن النون دي مش موجودة عندي، لا ده أنا اللي موجودة عندي بدل النون ميم، ميم ساكنة، ميم ساكنة. طيب، دي كده الخطوة الأولى. الخطوة التانية إن أنا حاجة على الميم، على الميم دي، وحابة أخفيها وأنا داخل على الباء. وانا داخل على الباء حابة اخفي الميم دي في النطق. طيب، دي كده الخطوة التانية. الخطوة التالتة هي ان انا حابة اصدر غنة بمقدار حركتين اثناء ما انا بخفي الميم. اثناء ما انا بخفي الميم حابة اؤدي الغنة بمقدار حركتين. يبقى دول كده 3 خطوات بتوع التنفيذ. حاجة على النون الساكنة او التنوين واشيلها خالص واحط بدلها ميم. الخطوة التانية الميم دي حابة أخفيها وأنا داخل على الب، الب اللي هي الحرف اللي بعديه زي ما قلنا. تمام، حابة أخفي هذه الميم وأنا داخل على حرف الب. طيب، أثناء ما أنا بخفي الميم بغن بمقدار حركتين. طيب، اديني أمثلة بقى وإيه، وريني أداءً الكلام دوت هعمله إزاي. طيب، هو في نقطة، طيب هبدأ أوضح الأول الأمثلة وبعد كده هقول ملاحظة. أول مثال
كلمة أنبئهم. أنبئهم، طيب كلمة أنبئهم فيها نون ساكنة، شكل النون الساكنة هنا هو هي نون ما عليهاش أي حركة خالص، ما عليها زي ما أنت لو فتحت المصحف وشفت الكلمة دي هتلقى إن النون ما عليهاش أي حاجة خالص، نون معرة تماما، ما عليهاش لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا عليها أي حركة خالص، تمام؟ النون الساكنة دي جه بعدها مين؟ جه بعدها الباء، حرف الباء. يبقى أنا عندي نون ساكنة جه بعدها حرف الباء، نون ساكنة بعدها حرف الباء، ما هو الحكم؟ الإقلاب. الإقلاب، طب هعمل إيه؟ هعمل أول خطوة إن أنا النون دي هشيلها وأحط بدلها مين؟ أم أم أم. طيب النون دي هبدأ أخفيها وأنا داخل على حرف الباء، ماشي؟ وأثناء الإخفاء هبدأ أقول الغنة اللي احنا تعودنا عليها مع درس امبارح في النون والميم المشددتين، كنا عرفنا ازاي بنجيب الغنة، تمام؟ فحد اقول ايه؟ انبئهم 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 انبئهم، في ميم بس تحس كده انها ميم بحاول اخفيها، تمام؟ في ميم انت يعني انت تسمع ان النون دي كده خلاص، يعني هي مش ظاهرة خالص في النطق، اللي ظاهر عندي ميم بس الميم مش ظاهرة قوي، دي ميم ظاهرة مخفاة، مخفاة مع غنة، مع غنة. أنبئهم أنبئهم. طيب من بعد من بعد من بعد، وجيء يومئذ بجهنم. يعني هو طبعا زي ما قلنا اللي كتب في الشات إغلاق الشفاه مع بقاء قدر ورقة. هي طبعا المعلومة دي من الحاجات المشهورة جدا، بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عندنا في معهد الحرمين لتحفيظ القرآن، المعهد ده بيشرف عليه دكتور أحمد، الدكتور احمد عبد العال استاذ الحديث في جامعه الازهر، وبرضه من ضمن المشرفين عليه هو الدكتور احمد عيسى المعصراوي، لو يمكن حد يسمع عنه، هو شيخ عموم المقارئ المصريه، شيخ عموم المقارئ المصريه ورئيس لجنه المصحف. يعني الحمد لله لك اللي الشرف ان انا قعدت قدامه كذا مره في امتحان في الامتحانات يعني. فالحمد لله لان المكان فيه ناس فعلا يعني زي ما بنقول كده بالبلدي عتاولة في الموضوع دوت، فبدأوا ان هم يعني يصححوا حتى للمحفظين اللي كانوا بيدونا في الحلقات. احد الحاجات اللي هم يعني صححوها هو هذه المعلومة، كلمة ان احنا بنسيب فرجة في الشفاه، يعني كانوا يقولوا يعدوا منها ايه ورقه رفيعه. الكلام دوت هم قالوا لنا ان المعلومه دي رغم انها منتشره جدا لكن لم ما فيش دليل على ثبوتها، حسب ما احنا عرفنا ان منهم يعني ان الكلام دوت كان قاله احد كبار المشايخ الازهر، وكان تتلمذ عليه التلاميذ بتوعه وانتشر، بس يعني لما جم يراجعوا الكلام دوت ما لقوش اصل للموضوع ده. بس احنا يعني بنقول الحاجات الخلافية دي يعني مش بنرضى نعمل فيها مشاكل. لو حد بيعمل بالاداء دوت بنسيبه، بس بنقول له الاصح ان في رأي تاني بيقول لا، ان الفرجة الصغيرة دي اللي بمقدار مرور ورقة مش صح. بالظبط كده، تمام، بنقفل الشفا تماما، مش بنسيب الفرجة بمقدار الورقة دي ولا حاجة. لكن يعني زي ما بقول احنا ما بنخشش في الحاجات دي بجدال، لو في حد عنده، لان انت احيانا بتلقى مثلا شيخ ومحافظ وعارف المعلومة دي، ان لا هو طول عمره اتعود ان في الاقلاب بيفتح الشفة ما بيطبقش الشفة تماما، لا بيسيب الفرجة الصغيرة دي اللي بتسمح بمرور ورقة زي ما كان هو عارف، فهو خلاص هو يعني مقتنع بالموضوع ده، مش عايز ما يخشش معاه في جدال خلاص. بس احنا الناس اللي بتتعلم جديد بنقول لهم لا، المعلومة دي حسب ما قال كبار مشايخنا اللي احنا اتعلمنا منهم ان المعلومة دي غير دقيقة تماما.
طيب ارجع تاني لاداء الامثله، لان الموضوع دايما بيبان اكتر بالامثله. يعني انا يمكن هو دوت الطريق اللي انا دايما بفضله اثناء ما انا بشرح التجويد للناس، ان انا دايما احب امثله كتير وقول لي الاداء بيبقى ازاي. ما بحبش قوي اخش في تفاصيل تعريفات او حاجات تثقل على المتلقي. تمام، فانا هكرر الامثله تاني. يا ريت يعني الناس لو حابه ان حتى تكرر الامثله دي قدامي، ان انا هديها المايك تكرر الامثله دي، ده الموضوع ما فيهوش حفظ خالص. يعني الامثله قدامك هتبدا حضرتك تكررها قدامي، وانا هبدا اصحح الاداء بتاعك للمثال. تمام، هبدا اصحح الاداء بتاعك للمثال. لو حد حابب ان هو يجرب الاداء في المايك وانا اصحح له، يطلب المايك. انا هبدا دلوقتي اقول الامثله تاني. انبئهم 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 انبئهم. حاضر يا استاذ خالد. من بعد وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم. طيب والاستاذ خالد، حضرتك عايز المايك؟ الاستاذ خالد محمد. طيب حضرتك عايز المايك؟ تمام، حاضر. حضر حضرتك المايك دلوقتي، وهتحاول تنطق معايا الامثله اللي موجوده قدامنا، الثلاث أمثلة الموجودين قدامنا. تمام، لأستاذ خالد المايك معاك، اتفضل. أنبئهم وجيء يومئذ بجهنم. تمام تمام ما شاء الله. تمام. هو طبعا ما شاء الله واضح ان الاستاذ خالد يعني بيبانوا، يعني هو بيبانوا ان فعلا هو واضح ان هو عنده خلفيه بالقراءه الصحيحه، فده واضح طبعا على ادائه. جزاك الله خيرا يا استاذ خالد، ويا رب دايما كده تبقى معانا في الحلقه. طيب حد تاني يا جماعه؟ ها الامثله موجوده قدامنا، الأمثلة موجودة قدامنا. أنبئهم من بعد وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم. حد عايز يجرب الأمثلة، يجربها أداء عشان يظبط عنده الإيه، يظبط عنده الأداء. معنى الغنة، احنا كنا امبارح قلنا معنى الغنة في امس في درس النون، احكام النون والميم المشددتين. قلنا سريعا كده، قلنا ان الغنة هي صوت بيخرج من الخيشوم، صوت بيخرج من الخيشوم. الخيشوم هو مكان اعلى الانف، اعلى الانف. تمام، هو صوت بيخرج، هو بيعرفوه كده صوت رخيم يخرج من الخيشوم. الصوت تمام، هو ده معنى كلمة الغنة. الغنة هي صوت رخيم يخرج من الخيشوم، والخيشوم هو مكان أعلى الأنف. تمام، بيبان قوي الغنة، بتبان قوي في أحكام، وأنت بتدرس أحكام النون، النون والميم المشددتين، بيبان قوي الغنة زي ما قلنا في الأمثلة من الجنة والناس. والناس، شوف كده النون، وأنا بنطق النون في كلمة والناس هتلقى النون المشددة دي فيها غنة بتخرج من الخيشوم. ممكن حضرتك تجرب، لو عايز أديك المايك تجرب معايا، مفيش مشكلة. تمام يا جماعة، المايك دوت مفيش أي مشكلة في أي لحظة حضرتك. يمكن دي انا كنت حاططها في اول البرنامج، في اي وقت حضرتك عايز المايك، عايز تجرب اداء الحكم، او عايز تجرب تقرا، او عايز تسمع، او عايز في اي لحظه في اي وقت اكتب في الشات انا عايز المايك عشان مثلا اسمع، عشان اقرا،
عشان أؤدي مثال أو أمثلة التجويد عشان أظبط حاجة معينة عندي في التجويد. حضرتك بتطلب المايك، أنا فورا هديهولك. تمام؟ طيب نرجع تاني للدرس بتاعنا. طيب يبقى احنا كده اجمالي، انا مش عايز ازود كتير في التجويد النهارده. تمام. يعني انا تقريبا انتهيت من درس التجويد النهارده. احنا عارفين ان احنا المفروض ان احنا تقريبا بناخد حوالي 10 دقائق او ربع ساعه تجويد كل مره. ده اللي كان النهارده اتعرفت عليه، كان احكام النون الساكنه والتنوين. عرفنا يعني ايه نون ساكنه، عرفنا يعني ايه تنوين. بعد كده قلنا ان احكام النون الساكنه والتنوين هم اربع احكام، هم الاظهار مع 6 حروف، الادغام مع 6 حروف، الاقلاب مع حرف، والاخفاء مع باقي الحروف. تمام. سريعا كده سريعا كده، كنا قلنا النون الساكنه هي النون اللي ما عليهاش اي حركه. احنا ما فيش اي مشكله. حاضر حاضر، ما فيش اي مشكله. حاضر. سريعا، احكام النون الساكنه والتنوين اللي احنا كنا قلناها النهارده. النون الساكنه قلنا هي النون التي لا حركه لها، نون انت بتشوفها في المصحف ما عليهاش لا فتحه ولا ضمه ولا كسره. تمام. بيكون ليها في المصحف شكلين، شكل النون الساكنه بيكون ليها شكلين في المصحف، يا اما ان انت تلقى النون دي ما عليهاش اي حاجه خالص، معرّة تماما ما عليهاش اي حاجه خالص في رسم المصحف، او ان انت تلقى عليها السكون، تلقى عليها سكون في المصحف، والسكون في المصحف في رسم المصحف هو ح صغيرة، ح صغيرة، رأس ح صغيرة، رأس حاء صغيرة. تمام؟ تمام، دي النون الساكنة. النون الساكنة بتكون موجودة في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. والنون الساكنة بتكون من بنية الكلمة، من بنية الكلمة، تثبت لفظا وخطا، بمعنى إن أنا قدامي شايفها بعيني نون، في نون مكتوبة قدامي وبقولها برضو في النطق. تمام. أمثلة على الكلام دوت، الإنسان، الإنسان دي نون أصلية من بنية الكلمة، مكتوبة قدامي نون وبنطقها نون. ينتهي، ينتهي، عند، عند، موجودة في الاسم، في الإنسان، في الفعل، ينتهي، في الحرف، عند. تمام. دي النون الساكنة. التنوين، ما هو التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة برضه، لكنها زائدة، لكنها زائدة، وهقول لك يعني ايه زائدة دلوقتي. التنوين يكون في الأسماء فقط، مفيش فعل عليه تنوين، مش هتلاقي فعل عليه تنوين ولا حرف عليه تنوين طبعا. تمام. تثبت لفظا وتسقط خطا، بمعنى ايه؟ بمعنى ان النون الساكنة دي، النون الساكنة دي هي زائدة، بنطقها في النطق لكنها مش موجودة قدامي. كلمة صيحة، صيحة، تن، تن، دي النون بنطقها نون، طب أنا قدامي نون؟ مفيش نون قدامي. ماشي، هو ده التنوين عموما، يعني زي ما احنا عارفين. أمر، أمر، مغلوب، بن. تمام؟ في نون أنا بنطقها تثبت لفظا لكنها تسقط خطا، يعني مش موجودة قدامي. وبيكون في الأسماء فقط، التنوين يكون في الأسماء فقط. النون الساكنة أو التنوين هما الاثنين ليهم نفس الأحكام، ليهم نفس الأحكام، عشان كده دايما بنقول أحكام النون الساكنة والتنوين بعاملهم نفس المعاملة. تمام. طيب حسب بقى، أنا عندي نون ساكنة أو تنوين، حسب الحرف اللي جاي وراهم، حسب الحرف اللي جاي وراهم بيكون عندي أربع أحكام، أربع أحكام. أنا دلوقتي عندي نون ساكنة أو تنوين، طيب الحرف اللي جاي وراهم هو حرف الايه؟ حرف مثلا الباء زي اللي اخدناه النهارده، ده الحكم دوت هو الاقلاب. طيب في عندي 6 حروف للاظهار، 6 حروف للادغام، وحرف للاقلاب، وباقي الحروف الحكم معها هو الاخفاء. هندرس كل واحده من الاربعه دول بالتفصيل باذن الله. النهارده كان معانا اول واحد فيهم واسهل واحد فيهم هو الاقلاب. الاقلاب دول قلنا حروفه هو حرف واحد فقط هو الباء، يبقى انا دلوقتي هيجي عندي نون ساكنه او تنوين بعدها حرف الباء، بعدها حرف الباء. طيب الحكم هنا نون ساكنه او تنوين بعدها حرف الباء، الحكم هو الاقلاب، الحكم هو الاقلاب. طب ما هو الاقلاب؟ الاقلاب هو ان انا هحقق النون الساكنه او التنوين ستقلب ميما مخفاه مع التنوين، ميما مخفاه مع الغنه.
ميما مكفاتا مع الغنة عند ملاقاة الباب. طيب اشرح لي اكتر ازاي، او انا هادي الكلام دوت ازاي اداء. قلنا الخطوات 3 خطوات بتيجي على النون الساكنة او التنوين، تبدلهم بميم. تبقى انا هشيل النون الساكنة او التنوين، هشيلهم اصلا هشيلهم في النطق يعني، هشيل النون الساكنة دي واحط بدلها ميم، هحط بدلها ميم. طيب دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إن أنا الميم دي هبدأ أخفيها وأنا داخل على حرف الباء، وأنا داخل على حرف الباء هبدأ أخفي هذه الميم. أثناء الإخفاء بغن بمقدار حركتين، بغن بمقدار حركتين. من بعد نون ساكنة بعدها حرف الباء، الحكم هو الإقلاب. الخطوة الأولى هشيل النون دي، هشيلها في النطق، بدل ما هنطق نون هنطق ميم، هنطق ميم. طب الميم دي هنطقها صريحة؟ لا، ميم بنطقها ميم مخفية، ميم مخفية. طب وأثناء الإخفاء بأبدأ أؤدي الغنة بمقدار حركتين. أنبئهم أنبئهم أنبئهم. من بعد من بعد من بعد. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم. تمام، ده كان الإقلاب. آخر حاجة بس عايز أنبه عليها في درس الإقلاب، هو إن شكل الإقلاب أو رمزه في المصحف إن الميم اللي إحنا بنقول عليها دي بتكون موجودة قدامك، ميم صغيرة في المصحف، في رسم المصحف بيكون على النون أو التنوين. يعني هنا كده في كلمة أنبئهم هتلقى في ميم، هتلقى في ميم فوق النون. طبعا أنا معلش أثناء الكتابة ما يعني إيه الرسم اللي أنا استخدمته في الكتابة على الوايت بورد ما جاش معاه الميم اللي من فوق، لكن حضرتك لما تفتح المصحف هتلقى إن علامة الإقلاب في المصحف إن أنت تلقى ميم صغيرة كده موجودة فوق النون الساكنة أو التنوين. تمام، هتلاقي هنا في ميم صغيرة، ده معناه ان هو بينبهك ان هنا في اقلاب، النون دي ما تنطقهاش نون، لا اقلبها ميم مخفاة مع الغنة. تمام، هتلاقي هنا برضو كده فوق هتلاقي في ميم صغيرة. تمام، يعني وجيء يومئذ بجهنم، لو جيت فتحت سورة الكهف الفجر هتلقى ان هنا كده عندك ايه ميم صغيرة. تمام. طيب الاستاذ هيثم، حضرتك عايز تقول الأمثلة ولا تقرأ في سورة الإسراء؟ حضرتك عايز تظبط الأداء بتاع الأمثلة ولا هتقرأ في سورة الإسراء؟ جزانا وإياكم. طيب أنا هدي لحضرتك يا أستاذ هيثم المايك، أنا ما أعرفش حضرتك حتى يعني القراءة في سورة الإسراء. تمام، خلاص ماشي، حاضر، هدي لحضرتك حالا دلوقتي المايك. احنا في سورة الإسراء كنا أول يوم خلصنا أول صفحة، وأمس أخدنا تاني صفحة، فاحنا معانا صفحتين في سورة الإسراء. حضرتك لو حافظ أي جزء من الصفحتين دول هنسمعهم منك دلوقتي، لو حتى عايز تقرأ فيها قراءة من المصحف برضه هنسمعك دلوقتي. تمام، حضرتك هتقرأ ولا هتسمع؟ احنا اصلا معانا لوحة شرف، الناس اللي سمعت امبارح معانا والتزمت بالبرنامج هم المهندس، كان المهندس احمد والاستاذ عمرو محمد. حضرتك هتقرأ من سورة الاسراء. طب خلاص ماشي. طبعا لا، يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ هيثم، ويا رب تبقى معانا في الحلقة، اهلا وسهلا بيك وجزاك الله خيرا. حدي لحضرتك حالا المايك يا استاذ هيثم. حاضر يا استاذ خالد. تمام، حاضر يا استاذ خالد. طيب اتفضل يا استاذ هيثم. استاذ هيثم، هل في مشكله في المايك عندك؟ لا، انا مش سامع صوتك يا استاذ هيثم. طب حد سامع يا جماعه؟ هل المشكله عندي انا؟ هل حد سامع الاستاذ هيثم؟ طيب لا، هو في مشكله في المايك عندك يا استاذ هيثم. حضرتك ممكن تتاكد من توصيله المايك، لان هو حتى هنا ظاهر عندي ان المؤشر بتاع المايك عندك مش شغال خالص. لا لا، مفيش مشكلة يا أستاذ هيثم، احنا اللي حظنا كان وحش، إن شاء الله
حضرتك يعني المرة الجاية يعني بننبه دايما ان الناس تجهز المايك عشان يستفيدوا بالحلقة بإذن الله. ماشي يا أستاذ هيثم، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أستاذ هيثم. أنا هدي المايك دلوقتي للأستاذ خالد. الأستاذ خالد حضرتك هتسمع ولا هتقرأ؟ عشان بس أبقى عارف. إحنا واخدين لحد دلوقتي صفحتين من سورة الإسراء، فممكن حضرتك لو حابب تسمع منهم أي جزء ستقرأ بإذن الله. طيب ماشي حاضر، اتفضل يا أستاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني انا ارجو الاخوة ان هم يقولوا ما شاء الله تبارك الله. تمام. الاستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله، يعني صوته جميل جدا، ويعني انا كده ممكن انهي الحلقة لان هو تفضل مشكورا. والمفروض ان الصفحة الثالثة دي هي الصفحة اللي احنا كنا هنقرأها مع بعض الان، لان هي دي كانت المقرر الجديد لينا. فيعني انا كده ممكن يعني انهي الحلقه بقراءه الاستاذ خالد. تبارك الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا استاذ خالد. ويعني احنا حابين دايما نسمع صوت حضرتك ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله معانا في الحلقه. يعني انا بصراحه يعني انا ما كانش هين عليا ان انا اوقف حضرتك او اقول لك ده الجزء الجديد، استنى هنقوله مع بعض دلوقتي، لان بعد ما حضرتك بدات يعني كان صعب عليا ان انا اوقف صوت حضرتك الجميل ده. انا اخوكم محمد احمد كمال، اخوكم معاكم هنا في الحلقه. تمام. طب يا جماعه يعني حد مش عارف يعني حد ممكن انا نفسي مش قادر اقرا بعد الاستاذ خالد يعني. حد حابب يقرأ تاني؟ يا ريت لو هيقرأ يقرأ من أول صفحتين اللي هو الجزء اللي احنا أخدناه فعلا. تمام. الصفحة الثالثة دي إن شاء الله هنقرأها
يعني بعد شوية دلوقتي مع بعض، كله يفتح المصاحف إن شاء الله على الجزء الجديد، الصفحة الثالثة من سورة الإسراء، الصفحة الثالثة من سورة الإسراء. تمام، كله جاهز. يا ريت الناس زي ما احنا عملنا امبارح تحاول تحفظ معايا في الحلقة، تحاول تحفظ معايا في الحلقة علشان يعني ايه يوفروا على نفسهم المجهود. انا هحاول ان انا اقول الآية مرة وهستنى مدة معينة، مدة قليلة، علشان حضرتك تقول الايه الآية تاني، تكرر معايا الايه الآية تاني. تمام، حاول بقدر الامكان ان انت تحفظ معايا هنا داخل الحلقة ولو بنسبة يعني معقولة. تمام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يا ريت الناس تركز معايا في الأحكام اللي احنا كنا بدأناها في الحلقة اللي هي لحد دلوقتي معانا، أحكام القلقلة وأحكام النون والميم المشددتين. أنا هحاول أضغط عليهم أثناء القراءة عشان الناس تركز فيهم. حصة النساء المفروض إن هي يوميا الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. هم امبارح كانوا قالوا 2، بس انا كنت شايف على الفيس ان هم عدلوا الميعاد الى 2:30. تمام، الاخوات طبعا مسموح لهم ان هم يشاركونا هنا الحلقه كمستمعات للاستفاده وتصحيح القراءه ودروس التجويد، لكن القراءه او التسميع بتكون امام المحفظات في الايام المحدده. في يوميا حلقة السيدات يوميا الساعة 2 ظهرا، ويوم الجمعة الساعة 12:30 ظهرا. تمام، طيب نرجع تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تفضيلا تفضيلا. زي ما كنا نبهنا أمس إن إحنا إن شاء الله في يعني ده هنقوله بالتفصيل في باب الترقيق والتفخيم بإذن الله. بس في كلمات دايما لما بتيجي الكلمات الحروف المرققة بجانب الحروف المفخمة ببقى لازم اخد لبالي قوي اثناء الاداء ان انا افصل الحروف المخففة عن الحروف المرققة. طبعا يعني انا هبين ده ان شاء الله في درس التفخيم والترقيق، لكن للآن بس حضرتك تابعني في الكلمات اللي هقف عندها في الاداء وفي النطق
خدلي بالك قوي من الطريقة اللي انا بنطق بيها الكلمات، خصوصا الكلمات اللي انا بأكد عليها وبتلاقيني بكررها اكتر من مرة. كمان تف دي لا، تف دي لا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تج تج تجعل تجعل تج تج تجعل مع الله إلها آخر فتق 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 فتقعد فتق فتقعد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. من كان يريد من البداية يا جماعة، من البداية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبلغن. شايفين يا جماعة القلقلة والنون المشددة؟ يبلغن يبلغن. طيب شوفوا بقى اللي جاوة دي كمان. عندك عندك. ايه بقى الحكم اللي في عندك؟ ايه هو الحكم اللي في كلمة عندك؟ ما هو الحكم في كلمة عندك؟ الناس لقطت الحكم ولا حكم أخدناه النهاردة؟ نون ساكنة. أنا معلش، أصل أنا كنت بقى أنا كنت مجهز حاجة النهاردة و تمام. إحنا لسه ما أخدناش الحكم ده. ماشي تمام. طيب نرجع تاني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
حد عايز يقرأ ويصحح القراءة. نعم، هو ده البرنامج، هو ده البرنامج اللي احنا فيه. البرنامج اللي احنا فيه يا أستاذ خالد هو البرنامج 30 صفحة في 30 يوم. البرنامج دوت للناس اللي من حضر معنا جديدا. البرنامج دوت احنا بنحفظ فيه صورة، بنحفظ فيه صفحة كل يوم. البرنامج دوت هو 30 صفحة هنحفظهم خلال شهر رمضان بمعدل صفحة يوميا. بإذن الله ال 30 صفحة دول هم صور الإسراء والكهف ومريم. النهاردة اليوم الثالث، وعلشان كده احنا بنقرأ ثالث صفحة في سورة الإسراء. الأكاديمية هنا يعني علشان نحفز الناس على إنها تكمل معانا في برنامج التحدي دوت، حطينا مجموعة من الجوائز التشجيعية اللي موجودة قدامكم على الوايت بورد. إن شاء الله هيكون الجائزة الأولى مقدارها 300 جنيه مصري للمركز الأول، المركز الثاني 200 جنيه مصري، المركز من الثالث إلى العاشر 100 جنيه مصري. تمام، ده يعني مبالغ رمزية لتحفيز الناس على الحضور وعلى الانتظام في برنامج التحدي بتاعنا. برنامج التحدي برنامج مش صعب، لكن هو برنامج يحتاج المواظبة. وعليكم السلام أستاذ عمرو. أستاذ عمرو كان أستاذ عمرو محمد كان من قائمة الشرف معانا امبارح. هو والمهندس أحمد كانوا من الناس اللي قدرت إنها تكسب التحدي وتحفظ أول سورة، أول صفحة في سورة الإسراء. مش عارف الأستاذ عمرو حفظ تاني صفحة ولا ما قدرش. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ عمرو. تمام يا جماعة، زي ما بنقول، إحنا فاتحين الحلقة للجميع. لو حد عنده مشكلة في احنا البرنامج بتاعنا صفحة يوميا، لو حد عنده مشكلة في هذا المقدار الصفحة او في الميعاد بيتفق معانا وان شاء الله هنحل له المشكلة دي. لو حد مش عايز البرنامج دوت سور الاسراء والكهف ومريم وعايز يبدأ من اجزاء عامة او تبارك او قد سمع، برضو احنا بنرحب بيه وهنكون معاه وهنساعده. طيب، الاستاذ عمرو ما شاء الله يكمل معانا المسيرة في برنامج التحدي وحفظ تاني صفحة. تجويد النهاردة هقوله ان شاء الله سريعا، مراجعة سريعة عليه في اخر الحلقة بإذن الله استاذ عمرو، عشان انا كنت عدته مرتين، فان شاء الله هعيده ثالث مرة بس في اخر الحلقة عشان لو كان في حد تاني عايز يسمعه. طيب، في حد عايز يقرأ الجزء الجديد او يسمع او يقرأ من الاجزاء السابقة؟ الأستاذ عمرو حضرتك حافظ الصفحة الثانية؟ احنا فاتحين سواء للقراءة والحفظ. أهلا بيكم. طب تمام الأستاذ عمرو، هتسمع يا أستاذ عمرو؟ أنا مش بحب أقول كلمة هتسمع دي عشان إيه الناس بتخاف منها، بس حضرتك هتقرأ من الإسراء ولا هتسمع؟ عشان بس أبقى عارف. أستاذ عمرو حضرتك عايز تراجع عليها بسرعة ولا إيه؟ طيب، في حد عايز يصحح القراءة يا جماعة؟ يقرأ الجزء الجديد بتاع النهاردة. الأستاذ حجازي، الأستاذ حجازي ما شاء الله كان معانا برضو في أول يوم، حفظ أول صفحة. طيب ماشي، الصوت عند حضرتك صوت، طيب هو الصوت المشكلة دي عند الأستاذ عمرو ولا عند الجميع يا جماعة؟ الصوت واضح ولا لو الصوت واضح اضغطوا رقم واحد، اللي عنده مشكلة في الصوت يضغط رقم اتنين. حضرتك يا استاذ عمرو برضو ما اخدتش بالنصيحه بتاعتي. طيب، انا هدي المايك دلوقتي للاستاذ حجازي او الاستاذ عمرو، هما الاثنين هيسمعوا. مين عايز يبدا؟ الاستاذ حجازي حضرتك حفظت اول صفحه، احنا ممكن نسمعها من حضرتك. طيب، لو حد عنده مشكله في الصوت بيعمل حاجتين. اول حاجه بيتاكد من توصيله السماعه عنده. تاني حاجة يبص على مؤشر السيجنال بتاع السيجنال في أعلى الصفحة يا جماعة. عبارة عن مجموعة من الشرط جنب بعض عاملة زي شرط الباور بتاعة الموبايل أو بتاعة الشبكة بتاعة الموبايل. لو السيجنال دي عندك منخفضة
حضرتك اقفل الصفحة وادخل على الحلقة مرة تانية بنفس اللينك، تمام؟ اخرج واطلع، اخرج وادخل تاني علشان مؤشر السيجنال عندك. طيب مين هيبدأ يا جماعة؟ مين عايز يسمع او يقرأ؟ الأستاذ حجازي بيكتب. الأستاذ حجازي هيسمع. طيب حد لحضرتك المايك يا أستاذ حجازي. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا أستاذ حجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية حملناها مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا إلى بني إسرائيل. أيوه عبدا شكورا. ذرية من حملنا. من حملنا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقضينا إلى بني إسرائيل. وهدينا إلى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ممكن أعيدها من الأول لأن اتفضل اتفضل يا أستاذ حجازي اتفضل. أعوذ بالله من بس طب قبل لا ما حضرتك قبل ما حضرتك تعيد يا أستاذ حجازي، إيه؟ أنا بس عايز أكرر مع حضرتك مجموعة من الكلمات، تمام؟ حضرتك ردت ورايا الكلمات الآتية. أنا هركز مع حضرتك دلوقتي على حكم إحنا أخدناه في أول حلقة، هو حكم القلقلة، تمام؟ أنا هظبط مع حضرتك الحكم ده دلوقتي، تمام؟ سبحانة 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 سبحانة. إحنا قلنا القلقلة عشان أنا أجيبها صح، هي قلنا إن هي ذبذبة عند الحرف، لكنها ذبذبة تميل إلى الفتح، تميل إلى الفتح، عشان أسهل على نفسي هي ذبذبة تميل إلى الفتح. سبحانة. 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 طيب بعبده 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 بعبده. تمام اتفضل يا استاذ حجاج اتفضل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله انه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما جعلنا فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليأسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا 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 وجوهكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تمام ما شاء الله عليك يا أستاذ حجازي، ده حفظ طبعا
فما شاء الله يعني ده يعني تعتبر يعني حضرتك كسبت التحدي فعلا. لو حضرتك عايز تمشي بالمعدل دوت يا استاذ حجازي احنا معاك برضو، ومفيش اي مشكلة. تمام، لو كان هو دوت المعدل اللي حضرتك عايز تكمل بيه البرنامج، مفيش اي مشكلة. لو كان حضرتك عندك مشكلة في الميعاد احنا برضو لو كده احنا ممكن نساعدك في ميعاد تاني افضل، هو في لان انا بصراحة ملاحظ طبعا ان حضرتك من المتابعين معانا، واحنا الناس اللي بتتابع معانا يعني احنا والمنتظمة معانا احنا بنحاول نساعدهم على قد ما بنقدر. وانا انا عندي دلوقتي اسبوع، تمام، هو حضرتك داخل من فين يا استاذ حجازي؟ انا داخل من امريكا الشمالية. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الميعاد مناسب حضرتك ولا ايه؟ عشان حضرتك ما جيتش الحلقة امبارح. هو اللي حضرتك يعني ممكن حضرتك امتى؟ وانا ممكن ان انا ادخل. طيب يعني لو في مشكلة في الميعاد، انا ما اعرفش فرق التوقيت هيمشي ازاي، لكن لو حضرتك شايف ان الميعاد الانسب ليك ان هو يكون ميعاد مثلا بعد الساعة 10 بتوقيتنا احنا، دي حاجة ممكن ان احنا يعني نأديها، ولو كان مثلا لمقدار نص ساعة تكون حضرتك وكل الناس اللي عندها مشكلة في الميعاد. تمام، احنا طبعا يعني اوكي ان شاء الله. طب يعني الميعاد يعني الميعاد الحالي انسب لحضرتك؟ لو بعد صوت الترويح عندكم يبقى احسن. تمام تمام طيب خلاص ماشي يا استاذ حجازي، حضرتك تابعنا وهنحاول نشوف لو حتى قدرنا ان احنا نفتح حلقة لمدة نصف ساعة نسمع لحضرتك ونسمع لبقية الناس، مفيش أي مشكلة. وأجي لحضرتك الإيميل بتاعك. طيب تمام يا أستاذ حجازي، تمام، وأنا برضو هكتب الإيميل بتاعي هوت على الوايت بورد، لو حد عنده أي مشكلة ممكن إن هو يبعت لي على الإيميل. جزاك الله خيرا يا أستاذ حجازي، وإحنا سعداء إن حضرتك يعني متابعنا في أول حلقة وتابعتنا النهاردة، وكنت ما شاء الله من الحفاظ النهارده في اليوم. طيب الاستاذ عمرو عايز يسمع. طب الاستاذ عمرو حضرتك جاهز؟ هدي لحضرتك المايك استاذ عمرو. طيب ده الايميل بتاعي يا جماعه، لو حد عنده اي استفسار او اقتراح ممكن يبعت لي على الايميل دوت، لو حتى حد عنده فيدباك عن الحلقه عن الاداء في الحلقه، عنده اي حاجه عايز تعليق على الحلقة يبعت لي على الايميل دوت، انا هكتبه برضو تاني على الوايت بورد هنا. تمام طيب يعني انا هحاول دلوقتي اقفل الحلقة. ادم في حد عايز يقرأ يصحح قراءة او يسمع اللي انا هعمله دلوقتي، ولا انا هراجع على التجويد عشان الناس اللي طيب. تمام ما شاء الله ما شاء الله الاستاذ خالد يعني هيسمع اول صفحة. طيب انا حابب يا استاذ خالد لو تسمح لي ان انا اختم الحلقة بقراءة حضرتك، لان يعني الناس حبت جدا القراءة بتاعت حضرتك، فانا هختم بيها الحلقة النهاردة. تمام، فمعلش اديني بس 5 دقايق اراجع فيها على اللي اخدناه النهاردة في التجويد علشان الناس اللي كانت دخلت متأخر. انا هراجع سريعا على اللي احنا قلناه النهاردة في التجويد، معلش ممكن يكون حد بيسمعه للمرة الثالثة يكون الموضوع فيه ملل شوية ليه، بس معلش سامحني انا لازم يعني اشوف الناس اللي دخلت متأخر برضه. فهقوله سريعا اللي احنا اخدناه النهارده في التجويد، وهختم الحلقة بقراءة حضرتك يا استاذ خالد. تمام طيب النهارده كان في التجويد سريعا احنا كنا اخدنا بدأنا في احكام النون الساكنة والتنوين. قلنا ان النون الساكنه هي النون التي لا حركه لها، النون اللي في المصحف هتلقى لا عليها لا فتحه ولا ضمه ولا كسره، ما عليهاش اي حركه من الحركات الثلاثه دول. النون الساكنه ليها شكلين في المصحف، يا اما ان انت تلقى ما عليهاش اي حاجه خالص معراه تماما، او ان انت تلقى عليها راس حاء صغيره. راس حاء صغيره، رأس الحاء دي هي علامة السكون في المصحف، السكون عندنا في المصحف احنا بنكتبها كده رمز حاء صغيرة. طيب النون الساكنة بتكون موجودة في الاسم وبتكون موجودة في الفعل وبتكون موجودة في الحرف،
النون الساكنة بتكون من بنية الكلمة، من بنية الكلمة، أصلية في الكلمة، بتثبت لفظا وخطا، بمعنى ان انا بنطقها وبلقاها قدامي مكتوبة. زي ايه؟ زي في كلمة الانسان، زي في كلمة الانسان، ادي في نون ساكنة، نون ساكنة مكتوبة قدامي وبنطقها، تثبت لفظا وخطا، موجودة في اسم الانسان، ينتهي موجودة قدامي وبنطقها، موجودة في فعل عيودة، موجودة في حرف. طيب دي النون الساكنة. التنوين، ما هو التنوين؟ التنوين هي نون ساكنة برضو لكنها زائدة، نون ساكنة زائدة، مش في أصل الكلمة. أمال إيه؟ مش في أصل الكلمة، أمال إيه؟ لا، دي حاجة أنا بنطقها بس ما ببقاش شايفها قدامي. زي ما أقول كلمة إيه؟ صيحة، تن تن، في صوت نون ساكنة لكنها مش موجودة، فهي عشان كده بنقول تثبت لفظا، يعني ايه؟ يعني بتتنطق لكنها تسقط خطا، مش مكتوبة قدامي نون. تمام. التنوين بيكون موجود في الاسماء فقط، مفيش، مش هتلقى تنوين لا على فعل ولا طبعا على حرف، التنوين بيكون موجود في الاسماء فقط. تمام. ده كده يعني ايه نون ساكنة ويعني ايه تنوين. النون الساكنة والتنوين هما بتعامل معاهم نفس الـ الاحكام في التجويد، عشان كده دايما بنحطهم مع بعض في احكام التجويد، بنقول كده احكام النون الساكنة والتنوين، لانهم بيعاملوا نفس المعاملة، النون الساكنة والتنوين بيعاملوا نفس المعاملة في الاحكام. طيب ايه هي احكام النون الساكنة والتنوين؟ بنقول ان انت هيبقى عندك نون ساكنة او تنوين حسب الحرف اللي هيجي وراهم، حسب الحرف اللي هيجي وراهم هيتحدد الحكم، حسب الحرف اللي هيجي وراهم هيتحدد الحكم. انا عندي اربع احكام، اربع احكام للنون الساكنة او التنوين: الاظهار، وده بيكون مع 6 حروف، الادغام مع 6 حروف تانية، الاقلاب مع حرف واحد، والاخفاء مع باقي الحروف. يبقى انا هيكون عندي نون ساكنة او تنوين بعدها حرف من مثلا من حروف الاظهار، يبقى دوت هنا الحكم اظهار. لا، ده نون ساكنة او تنوين بعدها حرف من حروف الادغام، فهيبقى الحكم الادغام. نون ساكنة او تنوين بعدها حرف الاقلاب اللي هو الباء، يبقى دوت الحكم الاقلاب. نون ساكنة او تنوين بعدها باقي الحروف، باقي الحروف ده هيبقى الاخفاء. ان شاء الله هناخد الاحكام دي بالتفصيل، احنا النهارده اخدنا حكم واحد بس اللي هو الاقلاب. الاقلاب، الاقلاب، كنا قلنا يعني ايه اقلاب؟ قلنا طبعا حروف الاقلاب هي الباء، هو الباء، حرف الباء، نون ساكنة او تنوين هيجي بعديها حرف الباء، الحكم هو الاقلاب. طيب ما هو الاقلاب؟ الاقلاب هو ان انا بقلب النون الساكنة او التنوين ميما مخفاة مع الغنة، ميما مخفاة مع الغنة عند ملاقاة الباء. يعني ايه الكلام دوت؟ او انا هطبقه ازاي بصورة عملية اداء؟ بنقول في 3 خطوات، في 3 خطوات. الخطوة الأولى إن أنا هاجي على النون الساكنة أو التنوين، طبعا أنا يعني أنا هقول النون الساكنة والتنوين بينطبق على نفس الموضوع. تمام. هاجي على النون الساكنة وأشيلها وأحط بدلها مين؟ هشيلها، مش هشيلها يعني كتابة، لا هشيلها أداء وأنا بنطقها، مش هنطق نون، لا ده أنا هنطق مين. تمام. يبقى أول حاجة النون الساكنة هقلبها مين، هقلبها ميم. طيب الخطوة التانية النون دي مش هنطقها ميم قوي، لا ده انا هخفيها، هخفيها في الأداء. يبقى الميم دي هتبقى مخفاة، ميم مخفية، ميم مخفية. طيب أثناء ما أنا بقول الميم المخفية بأؤدي الغنة، بأؤدي الغنة. الغنة احنا كنا اتكلمنا عنها امبارح، قلنا انها صوت بيخرج من الخيشوم، صوت بيخرج من الخيشوم، والخيشوم هو منطقة أعلى الأنف زي ما كنا قلنا امبارح. تمام؟ طيب اديني أمثلة عشان الموضوع بيبان أكتر بالأمثلة، لما أجي أقول كلمة أنبئهم، أنبئهم. طيب أدي نون ساكنة، نون ساكنة بعدها حرف الباء، بعدها حرف الباء، نون ساكنة بعدها حرف الباء، ما هو الحكم؟ الإقلاب، الإقلاب، نون ساكنة بعدها باء، الحكم هو الإقلاب. طيب هعملها ازاي أداء؟
اول خطوه هاجي على النون دي هقلبها ميم، مش هنطق نون خالص، لا ده انا هقلبها ميم ميم. طيب الميم دي مش هنطقها ميم قوي، لا ده انا هخفيها هخفيها، واثناء الاخفاء بطلع غنه، واثناء الاخفاء بطلع غنه بمقدار حركتين. تمام، احنا كنا اتكلمنا على الحركات امبارح وعرفنا ازاي ايه هي مدة حركة وايه هي مدة حركتين وايه هي مدة ست مدة 4 حركات وايه هي مدة 6 حركات، كنا اتدربنا على الموضوع ده امبارح. تمام، كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا لما اجي اقول حركة، الحركة في التجويد معناها مقدار زمن قبض الاصبع وبسطه. لما تقفل حضرتك صباعك وبعدين تفتحه، اقفل افتح، دي اسمها حركة. الزمن دوت اسمه حركة، زمن حركة، هو زمن مقدار قبض الاصبع وبسطه، قبض الاصبع ثم بسطه. تمام، يعني لما اقول كده هو اقفل افتح، دي كده زمن حركة. طب عايز زمن حركتين، اقفل افتح اقفل افتح، ده كده معناها زمن حركتين. وكنا قلنا ان الموضوع دوت، لا هو في طريقة تانية، ان انا بعد هبدأ بعد على صوابعي، ببدأ اعد، بفرد ايدي كده تماما كلها، صوابع ايدي تماما، وببدأ اعد زي ما هعد معاكم دلوقتي. انا دلوقتي هظبط زمن 4 حركات، هظبط زمن 4 حركات، فهبدأ اقول ايه؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، ده كده زمن 4 حركات. طيب زمن 6 حركات، او مثلا مثال على زمن 4 حركات، هقول كلمة أولئك أولئك، المد هنا انا مديته 4 حركات. 4 حركات يعني ايه؟ زمن اللي انا بعمل فيه كده، فاتح ايدي كلها، هبدأ اقفل اول صباع، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. أولئك أولئك. تمام، طيب اظبط لي زمن 6 حركات، اظبط لي زمن 6 حركات. افتح حضرتك ايدك، افتح حضرتك ايدك، افرد صوابعك كلها، هبدأ كل ما اقول 1 تقوم قافل اول صباع، 2 تاني صباع، وهكذا. تمام، افتح ايدك، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، ده كده زمن 6 حركات. هبدأ اقول كلمة السماء بمد 6 حركات، السماء السماء والسماء والطارق. تمام، واحنا قلنا ان مقدار 5 4 6 حركات، او لو حضرتك قللت حركة او زودت حركة، دي احنا كنا قلنا ان دي من اللحن الخفي اللي ربنا بيغفره. يعني لو حضرتك قللت حركة او زودت حركة، دي مش مشكلة، دي من اللحن الخفي، احنا بنحاول على قد ما نقدر. تمام، طيب نرجع تاني الدرس بتاعنا. انبئهم، هخش اعمل اول خطوة ان انا النون هقلبها ميم، الميم هخفيها، هغن بمقدار حركتين. انبئهم انبئهم انبئهم. طيب من بعد، من بعد، دي نون ساكنة بعدها باء، نون ساكنة بعدها باء، باء ما الحكم؟ الحكم هو الإقلاب، الحكم هو الإقلاب. طيب هعمل الخطوات الثلاثة، أول حاجة هشيل النون واستبدلها بميم، الميم هخفيها، الإخفاء هيكون مع غنة. من بعد من بعد من بعد من بعد، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم. هنا عندي تنوين، تنوين بعمله معاملة النون الساكنة، تنوين تنوين بعديه به، تنوين بعدها حرف الب، تنوين بعديه به. طيب ما هو الحكم؟ نون ساكنة أو تنوين بعديه حرف الب، الحكم هو الإقلاب. أول خطوة حاجة عن النون اللي موجودة في التنوين، اللي هي مش موجودة أساسا قدامي لكنها موجودة في النطق، زي ما عرفنا النون الساكنة بتاعت التنوين اللي موجودة في النطق دي، عشان هحط بدلها ميم، الميم دي هخفيها، الإخفاء هيكون مع غنة بمقدار حركتين. يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم. طيب ده كان الإقلاب اللي هو
أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله بإذن الله. هنكمل بعد كده في الحلقات القادمة بقية الأربع أحكام: الإظهار والإدغام والإخفاء، الثلاث أحكام الباقية. طيب، في أي حد غير الأستاذ خالد عايز يقرأ أو يصحح القراءة؟ أنا دلوقتي هنهي الحلقة بقراءة الأستاذ خالد، هيسمع لنا أول صفحة من سورة الإسراء النهاردة في البرنامج بتاعنا. في تاني يوم من أيام التحدي بتاعنا خدنا تالت صفحة من سورة الإسراء. يا ريت الناس تشد حيلها، احنا يعني لسه في الأول، الناس تشد حيلها. احنا النهاردة أخدنا تالت صفحة، المفروض إن احنا هنحفظ تالت صفحة النهاردة من سورة الإسراء، وأخدنا في التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين درس الإقلاب. طيب، أنا هختم الحلقة دلوقتي بقراءة الأستاذ خالد أو بتسمية الأستاذ خالد. النهاردة في لوحة الشرف عندنا الأستاذ حجازي من أمريكا الشمالية، جزاه الله خيرا، وعندنا الأستاذ خالد. هما دول الناس اللي شاركت معانا النهاردة بالتسميع. سمعوا النهاردة، كان معانا في لوحة الشرف الأستاذ خالد، هيكون معانا دلوقتي هيسمع لنا أول صفحة في سورة الإسراء، وكان معانا قبله الأستاذ حجازي، جزاهم الله خيرا، ويا رب يكملوا معانا كده وقت التحدي الثلاثين صفحة في الثلاثين يوم بإذن الله. طيب، أنا هدي لحضرتك المايك يا أستاذ خالد، وحضرتك هتسمع أول صفحة في سورة الإسراء، وهختتم الحلقة بقراءة حضرتك. تفضل يا أستاذ خالد. تفضل يا أستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ خالد، جزاك الله خيرا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، تبارك الله، جزاك الله خيرا يا استاذ خالد. هو فعلا مسك الختام للحلقه بتاعتنا النهارده هي قراءه الاستاذ خالد. يا رب احنا بنتمنى ان حضرتك تكون معنا دايما يا استاذ خالد في الحلقه باذن الله. طيب، ان شاء الله باذن الله احنا هنستناكم بكره في نفس الميعاد الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره، فرابع يوم من اشوف الايام بتجري ازاي، فرابع يوم من ايام التحدي بتاعتنا 30 صفحة في 30 يوم.
هنستناكم بكرة إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.